بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في المؤتمر 17 لجمعية أطباء أطفال صعيد مصر. احنا النهاردة هنبتدي ورشتين عمل. ورشة العمل الأولانية عن الكونجينيتال هارت ديزيز، How to deal with a child with congenital heart disease. دي مشكلة للبيرنتس ومشكلة لينا احنا كفيزيشن. احنا عايزين نعرف حاجات كتيرة خالص، ازاي تو سكرين اوت الكريتيكال كونديشن، هاو تو ديل ويز كريتيكال كونديشنز وسبيشالي ان ذا نيونيتال يونت. نسال مع بعضينا، نفتح الضغط ولا ما نفتحش الضغط، نستشير ايكوكارديوجرافر ولا بيدياتريك كارديولوجيست. احنا كفيزيشن النهارده هنحاول بقدر الامكان نعرف امتى تو كونسلتيت ا بيدياتريك كارديولوجيست وهاو تو ايميديتلي مانج ا كريتيكال كيس. البيرنتس دايما بيسالوا على حاجات كتيره خالص. ايه تاثير الكونجينيتال هارت ديزيز على الجروث اند ديفلوبمنت؟ هل هو في مشكله بالنسبه للنيوتريشنال ستيتس؟ هل الفاكسينيشن بروتوكول از ذا سيم از نورمال تشايلد؟ هنبص كمان على هاو تو فولو اب ذيس كيسز ويز كونجينيتال هارت ديزيز. ميديكيشن، انترفينشن، سيرجري. عايزين ايه الريد فلاجز؟ ونعرف ايه هي الكريتيكال ساينز اللي احنا نخاف ونكون رابيدلي انترفين اور كونسلتيت ا بيدياتريك كارديولوجيست. النهارده هنخرج من هذا من هذه ورشه العمل واحنا كلنا عندنا فكره كبيره جدا عن هاو تو ديل ويز كونجينيتال هارت ديزيز از بيرنتس اند از ديلينج فيزيشن. معانا النهارده كوكبه من اساتذه قلب الاطفال. احنا عايزين نستفيد النهارده هاو تو ديل ويز ا تشايلد ويز كونجينيتال هارت ديزيز. عندنا تشير بيرسون ويل ان شاء الله انريتش ذا ديسكشن، وبإرادة الله على هنخلي الديسكشن تو ذا اند اوف ذا سيشن. انا يسعدني ان انا اقدم الشير بيرسون وهترك لهم ان هم يقدموا السبيكرز. النهارده عايزين نستفيد كويس جدا من وجود اساتذتنا البيدياتريك كارديولوجيست في المنيا. اهلا بيهم ومرحبا، واهلا بكم ومرحبا، وان شاء الله نستفيد كلنا من الفيرست ورك شوب هاو تو ديل ويز ا تشايلد ويز كونجينيتال هارت ديزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا سعيد جدا بوجودي في المؤتمر ال 17 لجمعيه اطباء اطفال الصعيد، وانا بشكر الدكتور مجدي على بدايه ورعاية مؤتمرات الصعيد. احنا كلنا تعلمنا منه في الحقيقة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كان انا عايز اسميه ابو مؤتمرات الصعيد في الحقيقة يعني. فاحنا بنشكره على الدعوة الكريمة، وبنشكره انه جمع الاحبة، وكعادة الدكتور مجدي الكرم الحاتمي ولا نزكيه على الله طبعا، وانه يعني بيحاول يقدم كل ما هو جديد. وربنا يوفقك يا دكتور مجدي ونحضر لك المؤتمر ال 37 كده ان شاء الله يعني باذن الله. يسعدني كو تشيرنج ذيس سيشن وذ بروفيسور دكتور مصطفى عبد الرحيم، دكتور شادي علواني، دكتوره دعاء، دكتور عصام خيمر. ودي الجلسه الاولى للمؤتمر، وهنسعد فيها باور ايمننت سبيكرز دكتوره رشا عمار ودكتوره رانيا حجازي والاخت الفاضله الدكتوره ايه فتوح، العشرة قديمة يعني من زمان وياما شرفتنا ببني سويف يعني. ف هنسعد بيكم وهنسعد بالورك شوب الجميل ده، وكلنا ان شاء الله نستفيد منه. اتفضلوا. انا عايزه اشكر استاذ الدكتور مجدي مصطفى كامل
على دعوته الكريمة. والحقيقة أنا مبسوطة وفخورة أن أنا بشارك معاكم في المؤتمر 17 لجمعية أطباء أطفال الصعيد، وإن شاء الله نستفيد مع بعض من الوركشوب. وعايزة أشكر كل الشير بيرسونز اللي مشرفينا النهاردة وكل الأتنديز. بيشاركني إن شاء النهاردة في السيشن أستاذة دكتورة رشا عمار، أستاذة دكتورة آية فتوح، أساتذة طب الأطفال في كلية طب القصر العيني وتخصصنا البيدياتريك كارديولوجي. وزي ما الدكتور مجدي تفضل وقال، الكونجنتال هارت ديزيز از باي فار ذا موست كومن بيرث انوميلي. الحقيقه واحد يعني بنشوف حالات كتيره جدا، 8 في كل 1000 لايف بيرث هيتولد وهو عنده كونجنتال هارت ديزيز. وبقى في ادفانسز كتيره جدا في العلاج وفي الباليشن، لان ادت ده الى سيرفايفل ريتس كبيره، واطفال كتيره جدا بيعيشوا فترات طويله سفرنج فروم كونجنتال هارت بروبلم لغايه ما يتعالجوا فاينلي. وبالتالي ده خلق نيد عند الجنرال بيدياتريشن انه يبقى عارف ازاي يتعامل مع الاطفال دي، لان عندهم كومبلكس نيدز. والقصه دي خلقت دور مهم للتيم ورك، تعاون ما بين الجنرال بيدياتريشن والبيدياتريك كارديولوجيست عشان يوصلوا الكوميونيكيشن بينهم تبقى ممتازه لصالح الطفل. لان احنا كبيدياتريك كارديولوجيست بيبقى عندنا شويه ديفيشنسيز في حاجات كتير من الانفورميشن اللي محتاجها للطفل، وفي نفس الوقت الجنرال بيدياتريشن محتاج يبقى عارف ان الطفل اللي عنده كونجنتال هارت ديزيز ده عنده سبيشال نيدز. الكلام ده خلق جاب، الجاب ده النهارده بنحاول نملاه من خلال الوركشوب ده. فلازم نسال نفسنا سؤال، هل كل جنرال بيدياتريشن محتاج يبقى عارف معلومات كبيره عن الكومبلكس كونجنتال هارت ديزيزز والاناتوميك كومبلكسيتي بتاعها، ولا محتاج يعرف ازاي يتعامل بس مع الطفل اللي عنده كونجنتال هارت ديزيز؟ الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس جاوبت على السؤال ده بوضوح وحطت منشور مهم جدا اسمه ذا كير اوف تشيلدرن وذ كونجنتال هارت ديزيز ان ذير برايمري ميديكال هوم. البيبر دي او المنشور بتاع الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس بيجاوب على ايه دوري كجنرال بيدياتريشن في حياه الطفل اللي عنده كونجنتال هارت ديزيز من اول البري نيتال بيريد. واحنا عارفين ان بالفيتال ايكوكارديوجرافي بقينا بنشخص حالات كتير، ولازم نبقى مستعدين ان الطفل اللي هيتولد وذ كونجنتال هارت بروبلم ابقى بولده في نيكيو جاهزه وانا عارف انا هعمل له ايه وعندي بلان ليه والبارنتال سبورت. ودوري كنيناتولوجيست دكتوره رشا اتكلمنا ازاي اعمل سكريننج للاطفال دي، وي دو نوت وونت تو مس الاطفال اللي مولودين وذ كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز. لما شخصوا اقدر بروسيد معاه بروبرلي ازاي، مين الاطفال اللي عندهم جينيتك سيندرومز تحتاج مني كاردياك سكريننج. البارنتال سبورت هنلاقيه ماشي في كل دور للبيدياتريشن. الجنرال بيدياتريشن ده كتير من الدكاتره عارفين ان في علاقات بتبقى بتوصل لصداقه ما بينك وبين اهل العيان، فانت دورك تسبورت الطفل ده واهله لغايه ما يوصل لبر الامان. دكتوره ايه هتكلمنا على النيوتريشن بتاعهم ماشي ازاي. كلنا عارفين ان one of the biggest challenges في حياه الطفل الكونجنتال هارت ديزيز انه ما بيكبرش كتير، تبقى البيبي مولود بيرضع كميات معقوله لكن مش عارف يكبر. ازاي اقدر اساعده وازاي اقدر انصحه كجنرال بيدياتريشن؟ هل في فاكسينيشنز معينه لازم اركز عليها؟ السؤال اللي كل ام هتساله لك، ينفع ابني يمارس رياضه ولا لا؟ كل الاطفال بتمارس رياضه وانا عايزه ابني يبقى شكله طبيعي. اسئله كتير هنرد عليها مع بعض النهارده، وهنبتدي بالاستاذه دكتوره رشا عمار اللي هتكلمنا على النيناتولوجيست رول ان سكريننج فور كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز. صباح الخير. احب يعني اشكر استاذ دكتور مجدي كامل على يعني الدعوه الكريمه دي، واول مره الحقيقه يعني اتشرف بالحضور لعروس الصعيد، big pleasure and honor. النهارده اول توك هنتكلم فيها هو ايه الرول بتاع النيوناتولوجيست في السكريننج فور كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز. طبعا احنا عندنا الايرلي ديتكشن هو الغرض منه ان احنا نقدر نعمل ايرلي مانجمنت، يعني نقدر نسيف اللايف دي. فعندنا تو تايبس اوف ايرلي ديتكشن اوف كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز، يا اما بالفيتال ايكو وده استابليش طبعا بقاله فتره والسكسس ريتس بتاعته من 30-50% من ده بيعمله طبعا الجاينيكولوجيست او اللي بيشتغلوا فيتال ايكو، والايرلي نيونيتال سكريننج اللي بيتعمل بالبالس اوكسيمتري. ده احنا ابتدى يبقى بتطبق في امريكا، الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس حطيته في البروجرام بتاع نيونيتال
سكريننج من 2011، انه كل النيو نيتس اول ما بيتولدوا في اول 24 ساعة بيتعمل لهم التست ده، وده قدر يشخص up to 50% of critical congenital heart disease. الحقيقة الدياجرام ده او الخريطة دي بتاعت العالم بتوري، دي من على الويب سايت بتاع الـ WHO، بيقول لنا احنا فين الدول كلها من تطبيق البروجرام ده، زي الحتت اللي هي البنفسجي دي اللي هم اوريدي استابليشت جزء من البروجرام، الحتت اللي هي الاورنج دي فيها مالتي سنتر ترايلز، الرمادي مش عارفين الستاتس بتاعتها، لكن الزرقاء، واحنا طبعا يعني مبسوطين الحمد لله ان في مصر ابتدت تبقى في انترست او جروينج انترست في السكريننج. بيتعمل ازاي البالس اوكسيمتري سكريننج؟ بيتعمل في او بعد 24 ساعة، لو هنخرج العيان قبل كده برضو بنعمله، بنقيس بالبالس اوكسيمتر في الرايت هاند وان اوف ذا ليمز في الاماكن اللي متحددة دي، بنشوف القراية ما بين الرايت هاند وان اوف ذا ليمز، لو في ديفرنس اكتر من 95% يبقى ده فيل تيست، يعني كويس باس تيست اقصد. لو هنوريكم يعني طبعا ايه البروتوكول بتاعت الديتكشن، 50-70% من الحالات كان بيديتكتد باي بالس اوكسيمتري سكريننج. هنا بقى في فرق تاني، السنسيتيفيتي بتاعته دي حاجه تانية، السنسيتيفيتي بتاعته عاليه جدا في الكونجنتال سينوتيك هارت، يعني مثلا اب تو 80% اوف كريتيكال بالمونري ستينوزس كان بيديتكتد باي بالس اوكسيمتري سكريننج، الدي تي جي اي، الهايبوبلاستيك ليفت هارت سيندروم، البالمونري اتريزيا. ميديوم السنسيتيفيتي في الكريتيكال ستينوزز والدبل اوتلت، ولو في الكواركتيشن، زي ما احنا شايفين اللي هم الفيري كريتيكال كيسز اللي فعلا بيحتاجوا early management within the first day or two هم اللي بيقدروا يتشخصوا بالبالس اوكسيمتري سكريننج، ودي حاجه كويسه. ده الانتربريتيشن. احنا بنقيس زي ما قلنا الاكسجين ساتوريشن ما بين الرايت هاند والفوت 24 ساعة، ده الستاندرد لو العيان هيخرج من المستشفى بنعمله قبل كده. طيب عندنا ثلاثة possibilities، يا إما الفرق ما بين الأبر لمب واللور لمب أكتر من أقل من 3 والأكسجين ساتوريشن أقل من 90، ده أحمر أو ده failed screen، يعني ده بيحتاج further intervention. الأخضر طبعا معروف أنه هو ده past test مش محتاجين نعمل له حاجة، اللي هو أكتر من 95%، والdifferences ما بين الright limb والright upper limb واللور limb أقل من 3%. في بقى الخانة اللي في النص اللي هي اليالو أو البوردر لاين، دي اللي اتعمل عليها كلام كتير جدا، لأن هي دي اللي احنا we don't want to miss الحالات، فبنعمل بنعيد الريبيت السكرين after one hour وبنعيد تاني another one hour. الحقيقة ده كان بيتطبق لحد 2019، لقوا ان الناس اللي في النص اللي هي الكاتيجوري الصفرة دي بنتأخر عليهم شوية، يعني ممكن الانترفنشن يتأخر ساعة او ساعتين، فبقى في ريفيجن للانتربريتيشن ده ابسط شويه، ان احنا بنقيس اول قياس في خلال 24 ساعه، لو فيلد لو لقينا البالس اوكسيمتري سكريننج اقل من 89% يبقى ده فيلد، دو نوت ريبيت بالس اوكسيمتري سكريننج وريفير فور ايميديت اسسمنت، على طول بنبعته نعمل له ايكو نيونيتال ايكو، نوديه سبيشالايز سنتر عشان يبقى مانجد. لو لقينا من 90-94 او الديفرنس اكتر من 4%، ساعتها ممكن نستنى 1 hour بس ونعمل ريتست تاني. امتى نقول باس؟ لو كان البالس اوكسيمتري سكريننج يا اما في الابر ليم او في اللور ليم اكتر من 95% او الديفرنس اقل من 3%، ده خلاص ده بنخرجه ونريفير لانذر يعني بيدياتريشن عادي، مش محتاج حاجه. اذا اختصرنا الجزء اللي كان بيبقى ميست ده الى 1 اور وريتست واحد فقط. لو لقينا في الريتست ان العيان ده برضو بقى 94 او اقل، بنعمله على طول ريفيرال للنيتال كاردياك اكزام واكو. هنا ده طبعا is a very يعني
مجرد ريمايندر لحضراتكم لانه مش كل حاله ساينوزز بنشوفها. يعني افترضنا ان احنا شفنا نيونيت، يعني لو احنا فعلا بنمارس وستريكلي بنمارس قصه البالس اوكسيمتري سكريننج، يبقى انا كده هبقى عارف كويس جدا ان العيان ده عنده فيل تيست وانا متاكد. طب امتى؟ مش كلنا بنعمل البالس اوكسيمتري سكريننج في مستشفياتنا، لكن امتى يعني نقدر نفرق ما بين الترو ساينوزز والتايبس اوف ساينوزز والسنترال والبريفرال؟ ساعات الامهات بتيجي تقول حاجات مسليدنج شويه، فده مينلي جلوبال ريمايندر ان في اي وقت احنا بنشوف العيان لازم نفرق ما بين الحاجات دي. طبعا السنترال ساينوزز لازم يبقى عندنا الاكسجين ساتوريشن بتاعنا واطي، والساينوزز بتاعنا بيبقى في الماوث وفي التونج. الاذروايز البريفرال ساينوزز الاكرو ساينوزز اللي في الايدين ده ما هواش. طبعا في اذر كوزز، يا اما السنترال ساينوزز ده يا اما يبقى كارديوفاسكولار اللي هي الكونجنتال هارت ديزيز، او يبقى ريسبيراتوري زي الابر اير واي اوبستراكشنز اللور اير واي التشست كونديشنز والاذرز اللي هو سبسيس والانيميا والهيموجلوبينوباثيز والميتابوليك ديزيز والسيجرز والبيرث تروما. دي من الكوزز برضو اللي بنشوفها. طيب احنا دلوقتي عندنا عيان عنده congenital heart disease، في حاجة اسمها clinical classification. يعني ايه؟ يعني انا بكلاسيفاي الديزيز according to the diagnosis. ده critical يعني محتاج early intervention سريع، ولا clinically significant، ولا clinically non-significant. زي ايه؟ الكريتيكال كونجنتال هارت ديزيز اللي هو كولابس ممكن يحصل في خلال فيرست 24 اورز اوف لايف او اوف دايجنوزس. خلاص زي ايه لو نوت تريتد؟ زي التي جي اي والكواركتيشن والانتربتد اورتيك ارش والهايبوبلاستيك ليفت هارت والمايترال اتريزيا. السيجنيفيكانت اللي هو انلايكلي يبقى معاه كولابس، ممكن يحتاج سام كايند اوف ميديكال مانجمنت زي الفي اس دي واللارج بي دي اي والكومبليت اي في كانال. لكن مين بقى اللي نون سيجنيفيكانت اللي ملوش يعني مش محتاج انترفنشن، ممكن ما يحتاجش انترفنشن؟ اللي هم السمول في اس دي والاي اس دي والمايلد اورتيك بالمونري ستينوز. طيب احنا دلوقتي عرفنا التايب اوف كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز وقدرنا نعرف. طب هل في حاجه ممكن تتعمل في الايرلي نيونيتال بيريد؟ بالفعل فيه. احنا بنقسم العيانين الكريتيكال لتو بيج كاتيجوريز او ثلاثه، الدكت ديبندنت بالمونري سيركيليشن والدكت ديبندنت سيستميك سيركيليشن. يعني ايه؟ يعني عندي عيان عنده هايبوبلاستيك ليفت هارت سيندروم، الناحيه الشمال من القلب دي مش مقفوله خالص، اذا البلاد فلو بتاع الريست اوف ذا بودي بيوصل فيا ذا داكت، صح؟ بيباي باس الابستراكشن، فده داكت ديبندنت سيستميك سيركيليشن. يبقى ده هيحتاج ان احنا نكيب الداكت دي اوبن، بنكيب ات اوبن وذ انترافينوس بروستاجلاندنز اللي هو البروستين. طيب طبعا ليه complications و very expensive وممكن يفضل العيان عليه يدخله في sepsis و bleeding و ممكن نعمل لو عندنا center موجود متخصص في حالات ال interventions في النيونيت، ممكن نبعت العيان ده يعمل حاجة اسمها ductal stenting. ductal stenting بنخش بالقسطرة بنحط coronary stents، طبعا ليها مقاسات وليها certain specification وليها learning curve وكل حاجة، بس بنسيب الستنت دي جوه الـ PDA عشان ما تقفلش وتسستين اللايف وتسستين الـ blood flow لحد ما نقدر نعمل further procedure. الـ duct dependent pulmonary circulation زي الـ critical tetralogy of Fallot والـ pulmonary atresia والـ critical PS والـ tricuspid atresia، برضو نفس الحكاية. هنا احنا بنستنت البي دي اي عشان هي اللي بتوصل البالمونري بلاد فلو، دول اكستريم رايت سايدد اوبستراكشن ليجنز، فاحنا بنمنتين البالمونري سيركيليشن والاكسجينيشن بتاع العيان عن طريق برضو نفس الحكايه الانترافينوس بروستاجلاندنز والداكتال ستنتنج. طيب هل احنا في سيتويشنز ممكن تكونوا حضراتكم سمعتوا عنها، مثلا سمبل تي جي اي او تي جي اي عنده سمول بي اف او وما عندوش ميكسينج والاكسجين ساتوريشن بتاعه واطي، بنبعته للكارديولوجيست بيقول طب احنا هنعمل له راشكن بروسيجر او اللي هي البالون اتريال سيبتوستومي، دي بندخل واير جوه البي اف او دي وندخل عليه بالونه
بول على البالونه دي فنفرقع الانتر اتريال سبتم، بدل ما تبقى بي اف او 2 ملي ممكن توصل ل 6 او 7 ملي وتعمل ادكوات ميكسنج. الحقيقه البروسيجر ده برضو بيدينا ويندو اوف تايم نحسن فيه الاكسجينيشن لحد ما نعمل ديفينيتيف سيرجري. لارج هيمودايناميكلي سيجنيفيكانت بي دي اي، هل ممكن نعمل لها كلوجر؟ بالفعل ممكن نعمل لها كلوجر في النيونيتس، بنعمل ميديكال كلوجر حتى بأورال ايبوبروفين، ممكن نعمل سيرجيكال كلوجر لايجيشن لو محتاج العيان ده، او المور ريسنتلي كمان ان احنا ممكن نعمل جوه الحضانه نقدر نعمل ترانس كاثيتر كلوجر ايكو جايدد، خلاص اب تو حتى ان البروسيجر ده بقى بيتعمل في البري تيرمز. الكريتيكال فالفرال ستينوزز والبالمونري ستينوزز والانيولر نيتيف كواركتيشن ممكن طبعا لو سيفير وعاملين ديس فانكشن نقدر نعمل لهم بالقسطره بالون اورتوبلاستي. لازم يبقى عندنا يعني اندكس اوف سسبشن، امتى نبتدي نشك ان العيان ده عنده كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز؟ لو عنده بيرسيستنت سنترال ساينوزس بالور او داسكينس ان اكسبلايند اسيدوزس وهايبوثيرميا تاكيبنيا وتاكيكارديا شوك اند كولابس. هنا ده انا طبعا مش هخوض فيه، بس انا عايزه افكركم ان احنا ممكن نشوف العيان نفس العيان او عيانين مختلفين في مراحل مختلفه وببرزنتيشن مختلف. يعني ممكن يجي لنا عيان بكولابس، العيان ده عنده ويك بالسز، عنده بري وبوست داكتال اكسجين ساتوريشنز فيهم فرق، وعنده ابنورمال ديفرنسز في البلاد بريشر، يبقى نفكر في ايه؟ نفكر في كوركتيشن او انترابشن. العيان ده ممكن يجي لنا وهو ساينوز، هنلاقي ان عنده الاكسجين ساتوريشن بتاعه واطي، نحط له اكسجين ونستنى نشوف بيتحسن ولا لا، نلاقيه مش بيتحسن يبقى نفكر ان هو congenital cyanotic heart disease. عملنا chest x-ray ممكن نلاقي ان عنده heart كبير زي مثلا ال TGA او heart صغير زي ال tetralogy of Fallot، نلاقي pulmonary leukemia، فده يبقى cyanotic heart disease. ممكن بقى وده الكومن تقريبا، ده بنسبة 50-60% من ال pediatric practices كتير قوي في الاوقات بتشوفوا اول appearing child عنده سنه عنده سنتين جاي يكشف عشان اي حاجه، وبتحطوا حضراتكم السماعه بتسمعوا مرمر مش كده اللي هو طيب، فبيبقى الريفيرال للكارديولوجيست عشان وجود المرمر. نيجي احنا نعمل الايكو كتير في 50% من الاحيان بنرجع لكم العيان ونقول لا غالبا العيان ده كان عنده انوسنت مرمر، يا اما كان سخن يا اما كان هو حصل له جروث سبيرت طول فجاه رفيع قوي عنده انيميا اوكي، فعنده الفلو مرمر ده. ده طبعا لما بتشوفوه في العياده وقبل ما بتبعته لنا بنقيس الضغط بنأساس بنبعته يعمل ايكو، وده مينلي 50% اوف الحالات اللي بنشوفها من حضراتكم. طبعا في حالات synonymous with congenital heart disease، يعني ما بنقدرش نقول مثلا عيان trisomy 21 او مونجول من غير او داون سيندروم من غير ما نقول غالبا ممكن يبقى عنده congenital heart، صح؟ في كذا سندروم معروفين جدا لما حضراتكم بتشوفوهم في العيادة بتبقوا alerted ان انتوا لازم examine the heart وتبعتوهم for further investigations. منهم الداون سندروم طبعا ده معروف عنه الايفي كانال والاي اس دي والفي اس دي، وفيري ريرلي ممكن يبقى معاه تترالوجي اوف فالو. الترنر سيندروم بيبقى معاه كواركتيشن واورتيك ستينوزز ومايترال ستينوزز. النوننز سيندروم، الترنرز ده في البنات، النوننز نفس الفينوتايب نفس الفيشل فيتشرز بس بيبقى في الولاد. ده الترنرز بيبقى ليفت سايدد ليجنز والنوننز بيبقى رايت سايدد ليجنز، نلاقي عنده البالمونري ستينوزز وهايبرتروفيك كارديومايوباثي، الدايجور سيندروم والويليامز والمارفان. المارفان طبعا معروف بالاورتيك رود دايلاتيشن والمايترال فالف ديس اوردرز، والادوردز معروف بالفي اس دي.
دي طبعا الفينوتيبك فارييشنز اللي اكيد حضراتكم يعني ممكن تكونوا شفتوا. طبعا الداونز هو باي فار اكتر الحاجات اللي بنشوفها. المارفان سندروم العيان الطويل قوي الرفيع اللي الابر ليمز بتاعته طويله وعنده اراكنوداكتلي رفيعين وصوابعه طويله ورفيعه وهو طويل وفيري سكيني وغالبا بيبقى لابس نظاره لانه بيبقى عنده سبلكسيتد لينس وبيبقى عنده وايدلي سبيسد نيبلز وبيبقى عنده الانتي كيوبيتال اوبتيوز انتي كيوبيتال انجل. ده اللي بيبقى عنده اورتيك روت دايلاتيشن. العيانين دول لما تشوفوهم حضراتكم في العياده هي دول بيحتاجوا ان احنا نعمل لهم فولو اب. ليه؟ لانه عنده ابنورماليتي اوف كونكتيف تيشو. يعني مش بالضروره او يعني مش بينزل بحاجه كونجنيتال, ده حاجات بتتطور كل فتره. فالعيان ده لما تشوفوه حضراتكم بتبعتوه every year for echo assessment عشان نشوف الاورتيك روت دايمنشنز ونشوف اذا كان حصل له دايلاتيشن ولا لا, الميترال فالف ابتدت توسع ولا لا. زي ما هتبعتوه اساس النظر بتاعه ونشوف اللانس اخبارها ايه, برضو لازم نعمل الحكايه دي. الداون سيندروم بيتولد بالديفكت, ده بيتشخص. الترنر سيندروم برضو زي ما انتم شايفين دي الفيميل اللي هي الاكس او, وده النونن سيندروم ده اللي بيتقال عليه الميل ترنر. ودول لاس فريكون شويه, الادواردز اللي على اليمين والداي جورج اللي على الشمال. ثانك يو فيري ماتش. احب دكتوره ايه بقى development in patients with congenital heart disease. السلام عليكم. يسعدني طبعا ان انا اكون معاكم النهارده في حضور اساتذتي العظام وفي ضيافه الدكتور مجدي. دكتوره رشا خدتنا كده في رحله سريعه دور النيوناتولوجيست ان هو يديتكت البيبي اللي عنده كونجنتال هارت ديزيز واللي عنده جيناتيك سيندروم ممكن يبقى مرتبط بالكونجنتال هارت. طيب بعد ما عرفنا ان العيان ده كونجنتال هارت وبدا يتابع مع حضرتك جنرال بيدياتريشن, مطلوب زي اي طفل ان هو يفولو اب نورمال جروث اند ديفلوبمنت. طيب هو ايه الغريب في الاطفال اللي عندهم كونجنتال هارت؟ الاطفال دول اكثر عرضه للمال نيوتريشن وريتارديشن اوف جروث لاسباب كتيره قوي. هم عندهم ديكريزد انرجي انتيك وعندهم انكريزد انرجي ريكويرمنتس وكمان عندهم insufficient nutrient utilization وreabsorption. الأسباب كتيرة ومتداخلة, يعني هو ما بياخدش energy requirements كفاية لأنه على طول عنده تاكيبنيا وتاكيكارديا وفريكوينت hospitalization وكل ما يتحجز نوقف الرضاعة وكل ما ينهج نوقف الرضاعة. أسهل حاجة إن احنا بنوقف الرضاعة. كمان الهارت فيلير بيزود الريكويرمنتس اساسا, هو بيخليه عايش في كاتابوليك ستيت. الطفل ده على طول بيجي له انفكشن في انذر كاتابوليك ستيت. حتى لما بياخد الريكويرمنتس بتاعته هو عنده مشاكل في الابزوربشن نتيجه للاديمه في الجي اي تي بتاعته. فكل دي العناصر دي مع بعضها توصلنا ان العيان ده او البيبي ده يبقى مال نرج. طب ليه بنخاف من المال نيوتريشن او ليه بنبقى حريصين على ان احنا نتدخل فيها بالتعاون معاكم؟ طبعا المال نيوتريشن بيرسي هتخليه الاميونيتي بتاعته اقل وبالتالي تخليه يبقى فيه فريكوينت هوسبيتاليزيشن اكتر. لما يدخل الجراحه الاوتكم هيبقى اسوا, الهوسبيتال ستي اطول. فكل دي حاجات احنا مش عايزينها. كمان السوماتيك جروث بتاعه هيبقى affected وفي النهايه كل العوامل دي تخلي في increased mortality في الجروب ده من العيانين. لما يجي يدخل العمليه كمان لقينا ان العيان المالنرش ده عنده زي ما قلنا الهوسبيتال ستاي اطول, الريكفري بتاعه بيطول, الري ادمشنز بتاعه كمان اكتر من الطفل اللي السوماتيك جروث بتاعه كويس. طيب احنا خلاص قلنا ان هو مال نرجد, انا هعمل ايه مع الطفل اللي انا شايفه ان هو مال نرجد او طفل تشخص انه كونجنتال هارت وانا متوقع انه هيبقى مال نرجد بعد شويه؟ اول حاجه الاسسمنت, عندي مشكله يبقى لازم اعمل لها اسسمنت. وعشان اعمل اسسمنت زي اي حاجه في الطب اول حاجه عندنا ايه؟ الهيستوري.
والهيستوري اهم جزئيه فيه في الحاله دي هي نيوتريشنال هيستوري. لازم الجزء نيوتريشن ده بياخد من وقتنا كتير قوي، والناس اللي هي شغلها نيوتريشن حضراتكم عارفين ان ممكن العيان لوحده كل عيان يقعدوا معاه ساعة مثلا عشان يقعدوا يفصصوا بالضبط بياخد قد ايه على مدار اليوم، ويحسبوا له الكالوريز بتاعته وقد ايه هو خده من الريكويرمنتس بتاعته. الديفلوبمنتال هيستوري طبعا، الانثروبومتريك ميجرز والانفستيجيشنز، النيوتريشن زي ما قلنا بالتفصيل، بريست فيد ولا فورميلا فيد، بياخد فورتيفيكيشن، انهي نوع من الفورميلا بياخدها، الكميات وطريقه التحضير وكل قد ايه بالتفصيل. طيب البيشنت هيستوري بقى، نوع الكاردياك ليجن اللي عنده، السيانوتيك غير الاي سيانوتيك، الاي سيانوتيك اللي عندهم انكريزد ليفت تو رايت شنت، اللي هم معرضين لهارت فيلير ومعرضين لبرونكونيومونيا كتير، دول بيبقى الافكشن بتاع الويت بتاعهم وبتاع الجروث ان جنرال بتاعهم اكتر من العيانين اللي هم السيانوتيك. يبقى لازم لما اعرف الكاردياك ليجن احط في دماغي انا متوقعه العيان ده هيبقى افكتد باي صوره. طبعا الميديكال والسيرجيكال هيستوري، دخل عمليات ولا لا، الفاميلي هيستوري زي ما الدكتوره رشا قالت لنا اذا كان ده جزء من جيناتيك سيندروم، لان في سيندرومز هي لوحدها بيبقى معاها فيلير تو ثرايف. الانثروبومتريك ميجرز، ويت وهايت وسكال سيركمفرنس، ونحط كل ده على البرسنتايلز بتاعتنا، الجروث باترن، السكين فولد، الابدومينال جيرث، كل ده يتاخد بالتفصيل ويبقى بلوتد على السنتايلز بتاعته. في حاجات بقى في الفيزيكال اكزامينيشن لازم ادور عليها عشان دي هتنور اللمبه الحمراء عندي ان العيان ده مال نارشد فعلا. الاوفر اول ابييرنس، العيان داخل مارازميك، لو في لور لين بقديمه لو هو اكبر شويه يعني، الكارديو بالمونري ستيتس بتاعته، الماسل تون، الويستنج، الهيد اند نيك، يعني هنمشي خطوه خطوه سيستماتيك عشان نديتكت اي ساين اوف مال نيوتريشن. الانفستيجيشنز او اللابس ممكن توريني ايه، لو سي بي سي هتبين الانيميا، والدكتوره رشا هتتكلم معانا عن الايرن ديفيشنسي انيميا في عيانين الكونجنتال هارت، البلاد شوجر، البي او ان، الكريات، الالبومين، كل دي حاجات بتديني كلو عن النيوتريشنال ستيتس. طيب هعمل ايه لما العيان خلاص انا عملت له اسسمنت؟ تاني خطوة أشوف أنا هحط العيان في أنهي كاتيجوري من المال نيوتريشن، يا إما أحطه تبع WHO Anthropometric Classification، بشوف البادي ويت بتاعه وأعمل له ريشيو للأيديال بادي ويت، لو من 90 ل100 يبقى نورمال، 80 ل90 يبقى مايلد ويستنج، 70 ل80 مودريت، أقل من 70 يبقى سيفير. وفي الووتر كلاسيفيكيشن ده بيستخدموه بتوع النيوتريشن، اللي هو بحسب الويت فور هايت والهايت فور ايج، واشوف انا الدروب عندي بنسبه قد ايه. طيب بعد ما عملنا كاتيجورايزيشن هحط في دماغي ايه البلانز اللي همشي عليها. اول بلان ان العيان ده يبقى انكومبليكيتد، يعني ما عندوش لا هارت فيلير ولا عنده نيومونيا، وما عندوش او عنده سنه فيلير تو ثرايف. طب دوري ايه مع العيان ده؟ جاست فولو اب، كل شهر هجيبه واوزنه واخد طوله واخد مقاساته واتاكد ان هو فولوينج هيز كيرف، واقعد مع الام اراجع معاها هي بتاكله ازاي عشان اتاكد ان هو بياخد الكالوريز بتاعته مظبوط. ممكن قوي يحتاج شويه سبلمنتيشن، فيتامين بي، فيتامين دي، زنك، احسب له بياخد بروتين قد ايه وبياخد كالوريز قد ايه. طيب المجموعه الثانيه اللي هم عندهم مودريت تو سيفير فيلير تو ثرايف، وما تحسر او كانوا مع المجموعه الاولانيه اللي عندهم مايلد ولقيتهم بداوا يدروب باك. طيب بالاضافه بقى للي عملناه في الخطوات الاولانيه، دول ممكن نستخدم معاهم هاي كالوريك فورميلا. بلان سي بقى مع العيانين اللي هم يا اما كومبليكيتد، يا اما العيانين اللي هم سيفير فيلير تو ثرايف وما تحسنوش على كل الحاجات اللي فاتت. العيانين دول ممكن يحتاجوا هوسبيتال ادميشن، هم مش ممكن هم اكيد لان هم اساسا كومبليكيتد، فهيحتاجوا هوسبيتال ادميشن وهيحتاجوا ان احنا نبدا رايل فيدنج.
الالجوريزم ده مجرد تلخيص للي احنا قلناه دلوقتي، تجميع مين الحالات الان كومبليكيتد او اللي كانت كومبليكيتد وهنمشي معاها ازاي. طيب السؤال الازلي اللي دايما بنتسال، ابني يرضع طبيعي ولا محتاج ياخد ببرونة؟ وفي ميس كونسبت كده عند ناس كتير ان البيبي اللي عنده كونجنيتال هارت بروبلم يبقى لازم ياخد ببرونة. لا، هو مش لازم خالص، لان هم لقوا ان بالعكس البريست فيدنج ده الافورت اللي الطفل بيبذله فيه اقل، والاطفال اللي هم ساينوتيك الافكشن بتاع الاكسجين ساتوريشن بتاعهم بيبقى اقل مع البريست فيدنج. بس ده ما يمنعش ان الطفل اللي عنده اي ساينوتيك هارت ليجن وانكريزد ليفت ورايت شنت ساعات هنلاقيه بيتعب قوي ويبقى تاكيبنيك وما يقدرش يكمل الرضاعه. دول بقى اللي ساعات بنلجا ان احنا ان الام تعمل اكسبريشن للبريست ميلك وتبدا تعمل فورتيفيكيشن للاكسبريست ميلك ده عشان تعلي الكالوريز اللي فيه وتديه له في اثناء النهار وتخلي البريست فيدنج ده لوقت النوم او اول ما يصحى الصبح. فيبقى احنا كده ما حرمناش الطفل من الرضاعه الطبيعيه وفي نفس الوقت عوضناه الفرق اللي هو مش قادر ياخده. وممكن طبعا بعض الديفايسز او الايدز اللي هي زي ما انتم شايفين بقى معلقين الاكسبريس ده او الفورم الهاي كالوريك فورميلا وياخدها الطفل في اثناء ما هو بيرضع، يبقى نفس المجهود خد بيه دبل بينيفيت. طب الطفل اللي هو بيرضع اساسا ببرونه اللي هو من الاول يعني من بدايته كانت ببرونه، برضو هبدا له بالهاي كالوريك فورميلا لو كان محتاج، لو لقيته فيلينج تو ثرايف. وممكن دول بعض الاطفال اللي مش قادرين بقى اللي دخلوا في الكاتيجوري بتاعه الكومبليكيتد او السيفير فيلير تو ثرايف يحتاجوا نيزو جاستريك تيوب، ودي طبعا عليها ديبيت كبير يروح البيت بيها ولا ما يروحش عشان بنخاف ان يحصل لهم ايه اسبيريشن. ففي بعض الحالات اللي هي الريزيستنت ممكن نعمل لهم جاستروستومي تيوب، ودي مور سيف عن النيزو جاستريك تيوب. يعني اهم حاجه في كل الكلام ده يا جماعه هي الفولو اب بعد ما يخرج بقى، بعد ما نعمل كل الانترفنشن دي والعيان يبدا يتحسن، الفولو اب مع العيان ونكونسلت البيدياتريك كارديولوجي على التايمينج اوف انترفنشن لو لقينا العيان مش راضي يتحسن. الفورمولاز طبعا انواعها كتير قوي، من اول الستاندرد لغايه الهاي كالوريك لغايه البارشالي هايدرولايزد للاكستنسيفلي هايدرولايزد. الاختيار بيتوقف حسب حاله كل طفل واذا كان تيرم ولا بري تيرم واذا كان عنده رينال افكشن مثلا، فالاختيار حسب هتبقى كاستمايزد حسب حاله البيبي بتاعنا. ما ننساش اننا الهايت والويت في الاطفال اللي اكبر بقى اللي هم عدوا مرحله الرضاعه كل زيارة لازم أشوف الطول والوزن بتاعه، وما فيش مانع أن أنا أخد رأي حد متخصص أكتر في نيوتريشن لو لقيت العيان ريزيستنت. وعلى سن 6 شهور هبدأ أعمل له وينينج وأبدأ بالسيريالز وبعدين الفروتس والفيجيتابلز. طيب الاكسرسايز الدكتورة رانيا هتكلمنا عنها، وما ننساش ان بعض الأطفال دول اللي بيبقوا عملوا كاردياك سيرجري زي الفيوني فنتريكولار ريبير دايما بيبقى عندهم ليميتيشن في الاكتيفيتي بتاعتهم وبتظهر عندهم مشكله ثانيه ذا اذر سبيكترم اوف مال نيوتريشن ويتش از اوبيزيتي. فعشان كده دكتوره رانيا هتكلمنا عن اهميه السبورت في العيانين دول. دكتوره رشا بقى هتتكلم، احنا اتكلمنا على الجروث اند ديفلوبمنت السوماتيك، هتدينا هايلايت بقى على نيورو ديفلوبمنتال امباكت. ميرسي دكتوره ايه. الحقيقة الإرا اللي في آخر 10 سنين ابتدى يبقى فيه كلام كتير جدا على النيورو ديفلوبمنتال امباكت اوف كونجنيتال هارت ديزيز او العيانين بوست اوبرتيف. يعني طبعا البوم اللي حصل جامد جدا والتطور في الجراحات، جراحات قلب وصدر والمانجمنت، بقى يبقى في عندنا كاتيجوري من عيانين ممكن نكون ما كناش بنشوفه قبل كده وعد عليه فترات وبقى بيكبر، فبقى بيخش ويكمل المدرسه والجامعه و و و فابتدى يبقى في طبعا ده في العالم كله واحنا هنا برضو نفس الحكايه.
ابتدى يبقى فيه ستاديز كتيره جدا على الامباكت بتاع كونجنتال هارت ديزيز على النيورو ديفلوبمنت. فعملوا دراسات كتيره جدا يعني ميتا اناليسيز كتير جدا في اخر كذا سنه، طلعوا بيها ببعض الانفورميشنز اللي بالنسبه لنا احنا واحنا لسه بنترد على الديكيد اللي جاي، انه دلوقتي احنا ابتدينا برضو فعلا نشوف عيانين الادلت يعني بوست اوبريتيف، نبتدي نركز بقى في النيورو ديفلوبمنت. لقوا ان الفول تيرم بيبيز اللي عندهم كونجنتال هارت ديزيز فعلا البرين بيبقى اماتشور شهر اقل من البيرز بتوعهم، وان البرين اماتوريتي دي بتزود الريسك بتاعت البرين انجري، واكتر جزء في البرين ممكن يحصل له برين انجري او هو الوايت ماتر. الوايت ماتر انجري ده ممكن يامبير الموتور يعني ديفلوبمنت والكوجنيتيف كمان، وهنقول ازاي. ده طبعا بيزيد امتى؟ لما العيان ده يكون اتعرض لكاردياك اريست كمان اديشنال فاكتور، او جاله ستروكس بيكوز اوف هيز كونجنتال هارت ديزيز، او اتحط على كارديوبالمونري باي باس يعني بوست اوبريتيف، او اتحط على اكمو، او عنده اسوشيتد جينيتك سيندروم. ده تقريبا الهايبوثيسز او الثيوريز اللي ورا ليه بيحصل نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردر في عيانين الكونجنتال هارت ديزيز. لقوا زي ما قلنا ان في altered prenatal brain development في العيانين اللي عندهم كونجنتال هارت ديزيز. ده بيحصل غير الاماتوريتي، هم عندهم altered development، والالتريشن ده يا اما يبقى في الماكرو ستراكشر بتاع الوايت ماتر سيريبرال كورتكس والسب كورتيكال جراي ماتر ماكرو ستراكشر يعني يتشاف بالام ار اي، او مايكرو ستراكشر حاجات احنا ما بتتشافش بس بعد كده بنلاقيها ايفيدنت كلينيكلي وايت ماتر وسب كورتيكال جراي ماتر. في اذر بوتنشال ميكانيزمز ممكن تسوق البريديسبوزيشن ده، زي ان العيان يكون جاله هايبوكسيا، ابنورمال بلاسنتال ديفلوبمنت، عنده جينيتك سيندرومز، او حصل له انذر اديشنال برينيتال ستريس. باري اوبرتيف ريسكس برضو بتزود ده، زي انه اوريدي يكون جاله ستروك وجاله وايت ماتر انجري، العيان ده بيكونفالز ريبيتدلي وعنده ابنورمال اي اي جي كل مره بيكونفالز، او ابيليبتيك برضو بيحصل له برين انوكسيا فتزود. البروتكتيف مانجمنت فاكتورز طبعا انه يبقى تشخص برينيتلي والترم جستيشن ديليفري. هل النيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز دي بتتشاف في وقت معين؟ لا، لقوا في الميتا اناليسيز ان ممكن النيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز دي تبان اكروس اللايف سبان بتاعه العيان، يا اما ايميديتلي وهو صغير، او حتى لما يجي يخش الجامعه ويبتدي يعمل مور كومبلكس ثينكينج بروسيسز نلاقيه ابتدى يمانيفست. الانفنتس ممكن ترينج زي ما قلنا من الموتور زي الهايبوتونيا لبرزيستنت ديليز افكتنج اللانجوج والسكيلز والفيدنج والسكول ديماندز، او الجامعه والمدرسه بتانماسك الحاجات دي، يعني ممكن نلاقي انسيدنس اوف اتنشن ديفيسيت ديس اوردرز، سام سايكياتريك بروبلمز، مشاكل في الماثيماتكس وفي الريزونال ثينكينج. ده ملخص كل الحاجات اللي ممكن تبقى affected في العيانين اللي عندهم congenital heart disease. الكوجنيشن لقوا في الميتا اناليسيز دي ان المين اي كيو بيقل، واكتر في العيانين الاسيانوتك، يعني عكس ما الواحد يبقى متخيل انه السيانوتك هيبقى عنده lesser اي كيو، لا لا، باي اناليسيز انه اكتر في الاسيانوتك. الادابتيف فانكشن الموتور بيقل، والاندبندنس في الادلت لايف بيقل. الاكزيكيوتيف فانكشن او اللي هو الوظائف التنفيذيه، الاتنشن بيقل، الامبلس كنترول والسلف ريجوليشن والاجريشن، البلاننج يقل، الوركينج ميموري تقل، والفلكسيبيليتي تقل. السبيتش واللانجوج بيقل الاكسبرسيف لانجوج، لكن هو يريسيف يعني يفهم اللانجوج بس ما يعرفش يكسبرس هيم سيلف. الموتور عنده الفاين والجروس موتور سكيلز قليله، والفيجوال سباتشل انتجريشن يعني هو شايف تقديره للمسافات مش مظبوط. الاوتيزم دي سبيكترم ديس اوردرز لقوها برضو بتزيد جدا في العيانين اللي عندهم كونجنتال هارت ديزيز. الثيوري اوف مايند بتقل. البيهيفيرال attention deficit hyperactivity disorder والanxiety والdepression والoppositionality يعني oppositions عنده عالية على طول بيعارض.
ده عشان نلخص مين العيانين اللي عندهم هاي ريسك. النيونيتس والانفانتس اللي احتاجوا اوبن هارت، الشيلدرن وذ اذر سيناتيك نوت ريكوايرنج اوبن هارت سيرجري، اللي اتولد بريماتشور اقل من 37، اللي كان عنده اوريدي ديفلوبمنتال ديلي، اللي عنده سسبكتد جينيتك ابنورماليتي او سيندروم، اللي عنده هيستوري اوف اكمو زي ما قلنا او اتحط على كارديو بالمونري باي باس، اللي عمل هارت ترانسبلانتيشن، اللي قعد هوسبيتال بوست اوبراتيف اكتر من اسبوعين، اللي جاله بيري اوبراتيف سيجرز قلنا الريبيتد برين انوكسيا والابنورمال فايندينجز اون برين ايمجينج او سمول هيد سيركمفرنس. طب هل دول بنقدر نعمل لهم حاجه؟ طب شخصناهم، هل هنقدر نوفر فور ذم اي كايند اوف تريتمنت؟ اه احنا ممكن انترفين قبل سن 3 سنين ان احنا نقدر نشخص وبروجريسيفلي بنعمل لهم ريفيرلز ان هم يبقوا ايفالويتد. الديفلوبمنتال اديوكيشن از ويل از فيزيكال واوكيوبيشنال وسبيتش ثيرابيست فور اولدر تشيلدرن، ممكن نعمل انديفيدجوالايزد بروتوكول بروجرامز ديبندنج على الديفيشنسي فين. طبعا بنعمل سايكو therapy for anxiety and depression، وممكن ندي كمان psychotropic medications للحالات بتاعت ال ADHD وال clinical depression. طيب دكتورة ايه هتقول لنا عن ال vaccines؟ دايما هتتسألوا هل الطفل ده يمشي نفس جدول التطعيمات زيه زي بقية الأطفال ولا محتاج أي تعديل؟ لازم ياخد التطعيمات بتاعته طبعا، في حاجات زياده لازم اتاكد ان هو خدها زي نيموكوكا الفاكسين زي الانيوال انفلونزا فاكسين، وطبعا دلوقتي كوفيد اللي هم الاطفال الاولدر. يعني الكلوز كونتاكتس اوف ذيس تشيلدرن بياخدوا اللايف اتنيويتد فاكسينز عادي خالص ما فيش مشكله. الانفلونزا فاكسين طبعا عارفين ان اول مره بناخدها بيبقى 2 دوزز وبينهم 6 شهور لو الطفل اقل من 9 سنين. النيموكوكا الفاكسين هناخد البريفينار في اول سنتين او نكرر تاني عند 5 سنين. حضراتكم طبعا خبره في الفاكسينز، احنا بنعمل بس هايلايت. الدايليما او ليه دايما بنتلخبط ونقعد نسال الاسئله دي، لانه العيانين دول الاميونيتي بعضهم بتبقى الاميونيتي بتاعتهم كومبرومايزد، فممكن نقول لا ما ينفعش ياخدوا لايف اتنيويتد فاكسين زي ما دكتوره رشا قالت لنا. عيانين زي داي جورج سيندروم دول يبقى معاهم الهايبوثالاميك ديفيشنسي، فنلاقي تي سيلز بتاعتهم يا مش موجوده يا اما موجوده بس نوت فانكشنينج، ودول ممكن نحتاج معانا اميونو ديفيشنسي كونسلتنت علشان نظبط التطعيمات بتاعتهم. برضو في حاجة ممكن تحصل مع عيانين كونجنتال هارت فيما يطلق عندنا بالهيتيروتاكسيا أو النوع من أنواع الكومبلكس كونجنتال، يعني بيبقى معاها أسبلينيا، فالعيانين دول أنا محتاجة طبعا أدخل لهم حاجات زي أتأكد أنهم خدوا النيموكوكا الفاكسين، ولما يعدوا السنتين ياخدوا المنينجوكوكا الفاكسين، لأنهم طبعا بيبقوا معرضين لـ types of infections أكتر من الأطفال العاديين. كمان العيانين دول عندهم frequent hospital admissions، بياخدوا نقل دم كتير وبياخدوا immunoglobulins وblood products. الحاجات اللي بياخدوها دي ممكن يكون فيها antibodies، فيحصل interference بينها وبين الجرعات بتاعت الفاكسينز اللي هم بياخدوها، وممكن قوي الحجز الكتير في المستشفيات ده يخليهم ايه يفقدوا بعض الفاكسينز بتاعتهم. ساعات بنشوف طفل عنده 7-8 شهور وتقول لك ما خدش ولا جرعه فاكسين لانه كل ما يجي ميعاد التطعيم يبقى عيانه محجوز في المستشفى. طيب هل فعلا كل التطعيمات ممنوعه؟ لا عادي خالص، ممكن ياخد الان اكتيفيتد فاكسينز، ممكن ياخد الاورال لايف فاكسينز، ممكن ياخد الانترانيزل، البي سي جي، اليلو فيفر، كل الحاجات دي مفيش تعارض معاها خالص. امال ايه اللي ممكن يبقى فيه تعارض؟ لو خد اميونوجلوبولينز هضطر ااخر او يبقى عندي فاصل بينه وبين الفاكسينز حوالي 7 شهور، ونفس الشيء بالنسبة للبلازما. البلازما أزهول يعني نفس الحكاية، لازم يبقى عندي فاصل 7 شهور. نراعي الموضوع ده في العيانين كمان اللي هيدخلوا يعملوا كاردياك سيرجري، إن أنا أبقى عاملة لهم تايمينج للفاكسينز بتاعتهم،
ايه اللي هيتاخر او ايه اللي هيبقى فيه تعارض هي اللايف فاكسينز زي الام ام ار مثلا، وقلنا لازم الفاصل يبقى 7 شهور بس. الايرون ديفيشنسي انيميا بقى مع دكتوره رشا. بس طبعا دكتوره رانيا حجازي زميلتنا العزيزه ويعني التوكس بتاعتها في الاخر، فسايبين بقى ختامهم مسك زي ما بيقولوا. هنتكلم عن الايرون ديفيشنسي انيميا، هل هي كومن بروبلم ولا لا، وايه هي الـ يعني الريبركشنز بتاعتها في عيانين الكونجنتال هارت. الايرون ديفيشنسي انيميا طبعا زي ما حضراتكم عارفين اتس ا فيري بيج بروبلم في الجنرال بيدياتريك بوبوليشن، واكتر في بلدنا في مصر، واكتر كمان في العيانين اللي عندهم كونجنتال هارت ديزيز. من تلت النص العيانين اللي عندهم كونجنتال هارت ديزيز هيبقى عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا سبيشلي الساينوتيك. الكوزز ممكن تبقى يا اما العيان ده طبعا اي حاجه فيها ديفيشنسي، يا اما بتنقص يا اما بتتكسر يا اما ما بناخدهاش. فلو طبقنا ده بلاد لوس، العيان ده بيتعمل له بارشل اكسشينج ترانسفيوجن كتير وان ابروبريتلي، فابتدى يبقى عنده ايرون ديفيشنسي انيميا. بيجي له هيموبتسيس، بينزف من ارتيريو فينوس مال فورميشن، عنده ابنورمال هيموستيزيس يعني اوريدي عنده مشكله في البروثرومبين تايم، او ليميتد دايتري انتيك، هو مش بياخد اناف ايرون، عنده كونستانت هايبوكسيا. طبعا العيانين السيانوتيك عندهم كونستانت هايبوكسيا، فبالتالي بيزيد الاريثروبويتين. الاريثروبويتين يشتغل على البوم مارو يطلع ريد بلاد سيلز كتيره. مشكله الريد بلاد سيلز لما بتطلع كتير هو الايرن ستورز واحده، والعيان ده ما زودش الانتاج بتاعه، فيبقى عندي عدد كبير من الار بي سيز بس كل واحده فيهم ايرن ديفيشنت، فيبقى عندي ايرن ديفيشنسي او ريليتيف ايرن ديفيشنسي انيميا. الايرون ديفيشنسي انيميا بتاجريفيت الهايبرفيسكوستي سيندرومز. هنتكلم قدام شويه على ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن نشوفها في عيان كونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز وذ لو بالمونري بلاد فلو. منهم الهايبرفيسكوستي سيندرومز، العيان اللي عنده ايرون ديفيشنسي الريد سيلز بتبقى صغيره مايكروسيتيك ومدوره ما بتتزحلقش جوه البلاد فيسلز، فتيجي تفرقع كل شويه تهيمولايز او تقفل حتت تعمل سيريبرال ستروكس. عندنا نوعين ايرون ديفيشنسي ممكن يحصلوا، يا اما الابسوليوت ايرون ديفيشنسي او الفانكشنال او الريليتيف ايرون ديفيشنسي. الابسوليوت ايرون ديفيشنسي يا اما العيان ما بياخدش او ما بيحصلش امتصاص من الجيدولا ميوكوزا او انكريزد لوسز زي ما قلنا. الترانسفيرين بتاعه واطي، اللي هو اللي بينقل الايرن، فالترانسفيرين واطي يبقى بالتالي عندي decreased supply البول بتاعه او المخزون بتاعه بتاع الايرن واطي. زي ما احنا شايفين البول هو المربع الازرق الغامق ده قل، فبالتالي الفانكشنال بول اللي بيروح للاريثرويد وللنون اريثرويد ستورز قليل خلاص، يبقى ده الابسولوت ايرون ديفيشنسي. نيجي نبص بقى للريليتيف او الفانكشنال ايرون ديفيشنسي زي في حالات ال one of the cases يعني الهارت فيلير، وفي حالات برضو الساينوتيك كونجنتال هارت بيحصل في ريليس اوف سايتوكينز. السايتوكينز دي بتطلع حاجه اسمها هيبسيدين بيطلع من الليفر. الهيبسيدين ده بيقلل حاجة تانية اسمها فيروبورتين. فيروبورتين يعني اللي بيموبيلايز الايرن. بيموبيلايز الايرن منين؟ من الستورج بولز، فيجيبهم يدخلهم جوه الفانكشنال بولز. الفيروبورتين ده بيقل، اذا هنلاقي ان الستورز معبيه ايرن لكن مش موبيلايزد، فبالتالي عندي الايرن بتاعي في النون اريثرويد وفي الاريثرويد واطي جدا، فعندي ستورج كويس لكن ما عندي، دي اللي بيتقال عليها ريليتيف ايرن ديفيشنسي. طب بنعالج الايرن ديفيشنسي ازاي؟ اولا لازم نشخصه. بنعمل ايه؟ بنعمل سي بي سي، بنبص على الهيموجلوبين، ممكن نلاقيه نورمال وممكن يبقى هاي. يعني هل هو ايرن في ترم كده بنقرا ايرن ريبليت ولا ايرن ديبليت؟ الايرن ريبليت يعني عنده ايرن ستورز كويسه، والايرن ديبليت يعني ما عندوش ايرن ستورز خلاص. ده
ممكن يبقى with a normal أو low normal hemoglobin. يعني مش بالضرورة أني أعمل CBC ألاقي الهيموجلوبين كويس يبقى العيان ده الآيرن ستورز بتاعته كويسة. لازم أعمل CBC الهيموجلوبين، أبص على الهيماتوكريت، طبعا في السيناتيك هيبقى عالي الهيماتوكريت، المين كورباسكولر فوليوم صغير عشان دي آيرن ديفيشنسي، المين كورباسكولر هيموجلوبين كونسنتريشن قليل. هعمل سيرم آيرن ممكن نعمله، طبعا الفيريتين والترانسفيرين ساتوريشنز هم المور ريسنت الناس بتفولو بيها. التريتمنت بندي اورال ايرن سبلمنتيشن من 3 ل 6 ملي جرام اليمنتال ايرن بير كي جي بير داي. هل في رول للاي في ايرن؟ ممكن يبقى فيه في الريزيستنت كيسز او لو البرودكت اللي هو بياخده ما فيهوش بايو افيليبيليتي. طبعا كل عيانين الكونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز يستحسن ياخدوا بروفيلاكتيك ايرن علشان ما يحصلهمش الكومبليكيشنز اللي هنتكلم عليها بعد كده. طيب العيانين اللي عندهم هارت فيلير ما هماش سيانوتيك جاست هارت فيلير، البريفالنس اوف ايرن ديفيشنسي انيميا 50%، ده حتى في الادلت بوبوليشن على فكره. It is considered by the American Heart Association an independent predictor of worse functional capacity and survival في عيانين الهارت فيلير. الديفينيشن بقى بتاع الايرن ديفيشنسي انيميا من العيانين اللي عندهم في العيانين اللي عندهم هارت فيلير او كرونيك هارت فيلير عالي جدا الليفلز، يعني هم احنا بنشخص لو الفيريتين ليفل اقل من 100 مايكروغرام بير لتر او فيريتين اوف 100 تو 299 مايكروغرام بير لتر وذا ترانسفيرين ساتوريشن اقل من 20. يعني لو اقل من 100 بنشخص ايرن ديفيشنسي انيميا، لو من 100 ل 299 لكن معاه ترانسفيرين ساتوريشن اقل من 20 برضو بنشخص ايرن ديفيشنسي انيميا في عيانين الهارت فيلير بالذات. لما هنبص بعد كده الفاليوز مش كده خالص، الفاليوز في عيانين السيانوتيك اقل من 15 واقل من 15. فتخيل حياتك احنا من بين 15 و100 مايكروغرام ليفلز عاليه قوي. طب يا ترى ليه؟ لان اكشولي العيان اللي عنده كرونيك كونجستيف هارت فيلير هو مش مستحمل خالص انه يبقى عنده كمان انيميا والاكسجين كارين كاباسيتي والميتابوليزم الميتوكوندريال انرجي برودكشن واو، فبيمانيفست even at higher concentrations. European Society of Cardiology Heart Failure Guidelines بتريكومند كل البيشنس اللي عندهم هارت فيلير يبقوا تستد بالحاجتين اللي احنا قلناهم، الفيريتين والترانسفيرين ساتوريشنز. واليوروبيان جايدلاينز بتريكومند التريتمنت وذ اي في فيريك كاربوكسي مالتوز في السيمتوماتيك بيشنس اللي عندهم هارت فيلير اللي عندهم ايرن ديفيشنسي انيميا عشان امبروف الهارت فيلير سيمتومز والكواليتي اوف لايف. ده لطيف جدا، هو ده جرام يبان كبير كده بس يعني هووك يو ثرو ات. هنا الميكانيزمز اللي ممكن العيان اللي هارت فيلير يحصل فيها انيميا، اولا ممكن يبقى مورم عنده فلويد ريتنشن فيبقى عنده دايليوشنال انيميا، ممكن تبقى عنده ديسبابسيا وما مش قادر ياكل فيبقى عنده ابسولوت ايرن ديفيشنسي لانه ما بياخدش او بيبليد. طيب رينال، طبعا العيان اللي عنده هارت فيلير عنده ديكريز رينال فلو بيبقى فيه اكتيفيشن اوف رينين انجيوتنسين ميكانيزمز ويزيد الاريثروبويتين. الاريثروبويتين يزود الاريثروبويسيس، صح؟ يزود الاريثروبويسيس بس هو ما بياخدش فممكن يحصل له ريليتيف ايرن ديفيشنسي. طب العيان ده برضو بيبقى عنده هاي ليفلز اوف انجيوتنسين 2 بس العيان ده انا الانجيوتنسين 2 بيبروموت الاريثروبويسيس لكن انا العيان بتاع الهارت فيلير ده كتير جدا يا اما بديله انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور يا اما بديله انجيوتنسين ريسبتور بلوكر كجزء من التريتمنت، فحتى المانجمنت بتاعي ممكن يؤدي الى ايرن ديفيشنسي. الاخيره بقى اللي هي الكاشيكسيا والكرونيك انفلاماتوري ستيت والكرونيك يعني اللي هو الانيميا اللي كنا زمان بنقول عليها انيميا اوف كرونيك ايلنس، العيان ده كاشيكتك بيطلع سايتوكينز منهم الانترلوكين 6 و1 والتومر نكروزس فاكتور الفا والانترفيرون جاما، دول بيزودوا زي ما قلنا الهبسيدين. الهبسيدين يقلل الفيروبورتين، الفيروبورتين ده اللي هو بيموبيلايز الايرن من الستورز فبالتالي يبقى عندي ديكريزد ايرن. فكل الكونكوكشن ده او كل الكومبينيشن دي امبورتنت بارت اوف ذا باثوجينيسيس اوف ايرن ديفيشنسي انيميا اند انيميا في عيانين الهارت فيلير. طيب
طيب الساينوز ذا تشايلد ممكن يبقى عنده مشاكل تانية. احنا اتكلمنا عن الانيميا، هنتكلم عن حاجات احنا نادرا. انا بس هسأل حضراتكم، هل حضراتكم شفتوا عيانين في ساينوتك سبيلز ولا لا؟ شفتوا؟ الحقيقه العيان اللي عنده ساينوتك سبيل ده از ا فيري بيكيولير بيدياتريك ايمرجنسي، هنتكلم عليه. نيورولوجيكال كومبليكيشنز، الهايبر فيسكوستي والبليدنج والرينال كومبليكيشنز والهايبر يوريسيميا. الساينوتك سبيل او التات سبيل او الهايبربنيك سبيل ده اللي هو العيان اللي عنده كونجنيتال ساينوتك هارت زي الفالوت او حاجه والديكريس بالمونري بلاد فلو، ده بيعيط او بيسترين بيحزق او بيرضع لاي سبب، ففجاه يخش في اتاك اوف هايبر فنتيليشن جامد جدا وديبنينج اوف ذا ساينوزز، وفجاه نلاقيه زرق جدا جدا وقطع النفس وابتدى يبقى ليمب خلاص، او ممكن يتشنج او ممكن يجيله سيريبرو فاسكولار اكسيدنت. طيب بتحصل مع الفالوت مشهور جدا، بتحصل مع البالمونري اتريزيا والتريكاسبيد اتريزيا، يعني معظم الحالات اللي فيها ديكريس بالمونري بلاد فلو ورياكتيف انفانديبلم. اللي بيحصل زي ما احنا قلنا ليمبنس، وممكن تقعد اب تو من 15 ل 30 دقيقه وممكن يبقى فيها يعني مورتاليتي زي ما احنا قلنا دي الحالات. طب الميكانيزم ايه؟ انه ده لما بيعيط العيان او بيرضع او بيزود الفينوس ريتيرن ويزود الهارت ريت، فبالتالي يحصل انكريز اوف شانتنج من الرايت تو ذا ليفت، يحصل اكسسيف رايت تو ليفت شانتنج وكرييت مور رايت تو ليفت شانتنج باي باسنج اللنج ومور هايبوكسيا. اوكي ده الدي ساتوريشن بيعمل ستيميوليشن اوف ان اماتور، ده كانت الهايبوثيسز اللي اتقالت زمان، اوف ان اماتور اوفر رياكتيف ريسبيراتوري سنتر. فكل ما يبقى هايبوكسيك كل ما الريسبيراتوري سنتر يبتدي هايبر فنتليت ويدخله في نفس السايكل دي. هو نادرا ما بيتشاف بعد سن 6 شهور، ونادرا اكتر ما بيتشاف بعد سن السنتين، لكن لو شفنا عيان نون اوبريتد ممكن يكون بيعمل حاجة تانية شبه التات سبيل. انه يعمل ايه؟ انه يقعد يقرفص، او انه يقعد على الكرسي ما قرفص، او انه يعمل دراعاته يكروس دراعاته لقدام او لورا. الغرض منها ايه؟ الغرض منها انه يكينك الفينس ريتيرن ويزود السيستميك فاسكولار ريزيستنس. فهو بيقفل على الفينس ريتيرن من اللور ليمز عشان يقلل يبريك السايكل بتاعة الاوفر ستيميوليشن او يزود السيستميك فاسكولار ريزيستنس. اوكي التريتمنت طبعا السكواتنج، لو هو العيان انفنت بنقوم جايبين رجليه على بطنه نديله مورفين. طبعا سحر الحقيقه يعني كان ممكن يريليف بسرعه جدا. البروبرانولول بنكوركت الاسيدوزز، ممكن ندي كاتامين يعني طبعا بس محتاج ا لوت اوف اكسبيرينس لانه لازم ناخد معاه اتروبين اور ايلس العيان هيدران في السكريشنز بتاعته. ممكن نحتاج ان احنا ندي جنرال انستيزيا، وفيري ريرلي لو البيشنت ريفراكتوري ممكن نحتاج نعمل ايرجنت سيستميك تو بالمونري شانتنج، ونادرا ما بيحصل. المهم جدا ان احنا نعمله ان بريفنت، لازم العيان يبقى فولي هايدريتد، يبقى ماشي على الايرن بتاعه، ولو هو فيري تايت والاكسجين ساتوريشن بتاعه واطي قوي ممكن يبتدي يمشي على بروبرانولول بروفيلاكتيك. نيورولوجيكال كومبليكيشنز كومن، لان زي ما قلنا الراشونال وراها ان انا عندي فيري نون ديفورمبل ريد بلاد سيلز اللي عندها نقص في الايرن، فممكن تخش تطلع تكلوج السيريبرو فاسكولار يعني السيريبرال فاسكوليتشر سواء فينز او ارتريز وتعمل ستروك، وممكن يحصل اون توب اوف ات برين ابسس، وممكن يحصل سبريد اوف ذا برين ابسس من اذر انفكشوس ارياس. المانجمنت مينلي بتديبند على اذا كان العيان ده سيمتوماتيك ولا لا، يعني العيان عنده ساينوتيك وبوليسايثيميا، هل هو عنده سيمتوماتيك؟ السيمتومز هنا عباره عن lack of concentration وهيديك و sense of fatigue، يبقى ده عنده هايبر فيسكوستي. ولما بنتكلم على الهايبر فيسكوستي سيندرومز بنتكلم على العيانين النون اوبريتد الباليتيف او الادلت شويه، دول بنعمل لهم
بنعمل لهم فولو اب ببيز لاين سي بي سي. لو العيان سيمتوماتيك بنشوف الايرن ستاتس بتاعه. مش عارفه انا طولت انا عارفه بس اكمل. الـ بنبص على الهيماتوكريت، يعني العيان لو ما عندوش سيمتومز خلاص بنعمله فولو اب كل سنه. العيان عنده هايبر فيسكوستي سيمتومز، ابص على الهيماتوكريت والرقم الذهبي بتاعنا 65%. لو لقينا الهيماتوكريت بتاعنا اكتر من 65% وعنده دي هايدريشن بنعمل له ري هايدريشن. واو لقينا ان هو ما عندوش ديهايدريشن لكن عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، بنعالج الايرن ديفيشنسي انيميا الاول. لو ستيل سيمتوماتيك وهيماتوكريتو عالي بنعمل فينيسكشن. يعني الملخص عندنا رقم مهم جدا، اولا العيان ده هايبر فيسكوستي هل هو سيمتوماتيك ولا مش سيمتوماتيك، يعني بيشتكي ولا ما بيشتكيش. لو بيشتكي يبقى هنبص على الايرن ستورز بتاعته، الايرن ستورز بتاعته ديفيشنت نديله ايرن سبلمنتيشن. ما لقيناهاش ديفيشنت بس عنده الهيماتوكريت بتاعه 65 وعنده شويه ديهايدريشن بنصلحه. الكور هنا انه مش لازم نرش انتو الفيني سكشنز او البارشل اكسشينج ترانسفيوجن. لو عنده ايرن ديفيشنسي انيميا حتى لو عنده الهيماتوكريت بتاعه 65 اصلح الايرن ديفيشنسي انيميا الاول قبل ما اعمل الاكسشينج ترانسفيوجن. لان انا طبعا لما بعمل اكسشينج ترانسفيوجن ممكن اعمل مور ايرن ديفيشنسي. اوكي دي الحاجات اللي مهمه جدا وده اكشلي مهم قوي. الجدول ده اخر حاجه، انا طولت جدا وبعتذر اخرتك يعني، بس ده مهم ليه؟ لان العيانين اللي احنا بنشوفهم حاليا ابتدوا يبقى في عيانين بوست اوبرتيف سنهم بيكبر واللونجيفيتي بتاعتهم زادت، فمحتاجين نشوف ممكن قوي يبتدي يبقى في برانش الادلت كونجنتال هارت ديزيز. فاحنا محتاجين نشوف العيانين اللي اوبريتد اوريدي وعملوا كانوا عندهم كونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز، بنعمل لهم كل سنه سي بي سي بنبص عليها على الهيموجلوبين والباكت سيل فوليوم والريد سيل انديسز والسيرم فيريتين والترانسفيرين ساتوريشن. لو لقينا السيرم فيريتين اقل من 15 والترانسفيرين ساتوريشن اقل من 15 بندي ايرن سبلمنتيشن. لو لقينا ان السيرم فيريتين اكتر من 15 والترانسفيرين ساتوريشن اكتر من 15 يعني البيشنت از ايرن ريبليت بري اساس بعد 6 اشهر كل او 12 شهر. لو نون ايرن ريبليت بنعمل له كوركشن اوف ديهايدريشن والمانجمنت اوف هايبر فيسكوستي، وزي ما قلنا في السلايد اللي قبله لو الهيماتوكريت بتاعه اكتر من 65 ممكن نعمل له بارشل اكسشينج ترانسفيوجن. دكتوره ايه الام بتسالك، انا هروح لدكتور السنين المفروض اعمل ايه؟ هم ثلاث حاجات هنجاوب عنهم، هو وهوين وهاو. اول حاجه هو مين العيان اللي محتاج انفكتيف اندوكارديتس او مين اللي ات هاي ريسك. اي عيان حاطط بروستاتيك فالف، اي عيان اتعمل له سيرجيكال او كاثيتر انترفنشن في اول 6 شهور، اي عيان جاله بريفيوس انفكتيف اندوكارديتس، والعيانين اللي عندهم ساينوتيك كونجنيتال هارت ديزيز اللي هم ما اتعمل لهمش حاجه يعني. طيب لو جينا ده الريكومنديشنز اليونيفرسال. لو جينا عندنا احنا هنا في مصر الحقيقه يعني احنا بندي انفكتيف اندوكارديتس لكل العيانين. طيب وين بقى امتى؟ لو انا بقى لو هيروح يعمل انفيزيف دنتال بروسيجر يعني مش اي حاجه بتتعمل في السنين هناخد لها بروفيلاكسز. بيخلق الحاجات اللي هياخد لها التوث اكستراكشن، اللي هيعمل جراحه في اللثه، بيزرعوا درس، كل الحاجات دي تدخل تحت بند السيرجري. يبقى هياخد الحاجات النون انفيزيف بقى، بياخد حقنه بنج، بيعمل اشعه، بيحشي حاجه كده سوبرفيشال، دي مش محتاجه. طيب هاو اهم حاجه اول خطوه فيها هي الاورال هايجين.
البراشنج والفلوسنج والريجولر فيزيتس كل سنه، حتى لو السنان شكلها كويسه لازم نزور دكتور السنان. طيب احتاجنا هنعمل حاجه انفيزيف، يبقى البروفيلاكسز عندنا اول حاجه الاموكساسيلين اورال 1 اور بيفور، لو مش هندي اورال ممكن ندي الامبسيلين نص ساعه قبلها اي ام او اي في. لو في حساسيه بقى ممكن ناخد الالترناتيف كليندامايسين ازيثروماكس اي حاجه من الحاجات دي. طيب الحاجات الريسبيراتوري او الجي اي تي، او اذا كان في سوفت تيشو او ماسل انفكشن، الانفيزيف برضو نفس الايديا، لو حاجه انفيزيف داخل هيعمل منظر وياخد عينه بيعمل اكسجن لحاجه يبقى هيحتاج بروفيلاكسز، لو حاجه دايجنوستيك بس يبقى مش محتاج. طبعا لو بتعامل مع اي انفكتد سكين او سكين ستراكشر هحتاج، لو العيان عنده بيتعامل مع انفكشن في الجي اي تي او الجينيتال يورينري هيحتاج. اند ذاتس ات. دكتورة رانيا بقى تكلمنا عن السبورتس، شوية نشاط كده يا جماعة. كده انتوا تعبتوا وزهقتوا وسمعنا معلومات كتيرة جدا، بتمنى تكون مفيدة ان شاء الله في البراكتس بتاعنا. زي ما قلنا في اول المحاضرة it's a very common problem و it's a conjoint effort ما بين البيدياتريشنز والبيدياتريك كارديولوجيست. كتير منكم هيتسأل الاسئلة اللي احنا حاولنا نجاوب عليها النهاردة دي. Will my child be able to practice sports؟ ده سؤال مهم، والحقيقة أنا في البراكتس بتاعي بيصعب عليا عيانين كتيرة جدا ممنوعين من ممارسة الرياضة لمجرد أن عندهم ديفكت صغير، حاجات مش مفروض أنها تحصل. إيه أهمية السبورتس في حياتنا؟ زي ما الدكتورة آية بتقول أن الولاد دول أن عليهم physical restrictions كتير، بيبقى عندهم مشكلة obesity، فبالتالي it's very important أن احنا نحاول enhance the physical والmental development عن طريق السبورتس. مهم عشان احساس الطفل بالنورمالسي، واللي بيتابع منكم الولاد دول لغايه الادوليسنس بيشوفهم قد ايه بيجي لهم very high rates of depression of mal adaptation they feel that they do not fit in. وجودهم في الرياضه هيفرق كتير في النقطه دي، في احساسهم ان انا نورمال. طبعا بيفتح opportunities، بيعمل character building، social adjustment. ف this is important ان احنا قبل ما نحرم طفل من موضوع الرياضه ده يبقى عندنا الاسباب المقنعه بتاعتنا. ايه مشكله ممارسه الرياضه في الولاد اللي عندهم heart disease؟ الهدف بتاعي في ان انا عايز امنع السادن كاردياك ديث. في بعض الولاد اللي عندهم مثلا هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي اللي بيعتبر اهم سبب للسادن كاردياك ديث ما بين الاثليتس، لو انا سمحت للطفل ده انه يمارس الرياضه بشكل تنافسي يبقى انا بعرضه للسادن كاردياك ديث، على عكس طفل عنده في اس دي صغير مش مستاهل ان انا امنعه انه يوصل لاعلى ليفلز من الكومبيتيشن. فبالتالي محتاج ساوند كلينيكال جادجمنت، محتاج احكم مين الطفل اللي عنده مشكله ومين الطفل اللي ما عندوش. الناس اللي انترستد بنصحهم ان هم يقروا الجايد لاينز دي، منشوره ب اتز كومبايند افورت ما بين الامريكان هارت اسوسيشن والامريكان كوليدج اوف كارديولوجي، مطلعين الستيتمنت دي اتز فيري امبورتنت، كاتبين تفاصيل على كل كونجنتال هارت ديزيز حسب السايز بتاعه والافكت والبلمونري بريشر بتاع العيان والسيناتيك ليهم وضع خاص، لكن طبعا مش هنخش في التفاصيل دي، لكن مهم نعرف ان في ريكومنديشنز بتنزل وبتتجدد حوالي كل 7 سنين على participation of athletes في عندهم congenital heart disease. In general الرياضة ليها 2 components، مهم نبقى عارفين ان انا مش كل الرياضات ممنوعة لكل الاطفال. الستاتيك كومبوننت هي الرياضات اللي فيها contraction عنيف، اللي بيستخدم فيها الفالزالفا مانوفر، اللي فيها contraction للسكيلتال ماسلز وانا واقف ما بتحركش، دي حاجات اهمها الجيمناستكس والويت ليفتنج، دول بنمنحهم تماما في الولاد مثلا اللي عندهم coarctation of the aorta او حتى history of coarctation of the aorta repair. ده ممنوع الطفل ده انه يمارس الرياضات اللي فيها static component عالي، ممنوع يعمل فالزالفا مانوفر، ممنوع اقول له روح الجيم ويقول لي انا برفع اثقال. فمهم ان انا ابقى عارف ان الستاتيك كومبوننت في الرياضات ممنوع في الولادات، في الولاد اللي عندهم coarctation of the aorta. الدايناميك كومبوننت معناها الحركه قد ايه، انا بتحرك قد ايه، حاجات زي الفوتبول زي الهوكي زي السكواش، الحاجات اللي فيها يعني دايناميك كومبوننت عنيف ممنوعه في الولاد اللي عندهم large left to right shunts. كل انواع الرياضه فيها ميكس
ما بين الستاتيك كومبوننت والديناميك كومبوننت. الحاجات العاليه قوي حاجات زي رياضه التجديف مثلا فيها بوث كومبوننتس عاليين، الكانوينج، التراي اثلون، البوكسنج، دي رياضات اللي بنعتبرها 3 سي اللي فيها كل الفيزيكال اكسرسايز بتاعنا والفيزيكال ديماندز عنيفه جدا، وحاجات زي 1 اي زي اليوجا والكريكت والكلام ده بنسمح بيهم في كل الاطفال. طيب دي it's a complicated question محتاج tailored answer. لو انا مش عارف هبعته للبيدياتر كارديولوجي، لكن في شويه قواعد. اي طفل بياخد انتي كواجلنس زي ما احنا عارفين في بعض الاطفال اللي بيركبوا يحطوا شنت بيحطوا ارتفيشال فالفز بيحطوا بروستيسيس، دول ولاد بيمشوا على لايف لونج انتي كواجلنت ثيرابيز، دول ممنوع يلعبوا اي رياضه فيها امباكت، ما ينفعش اعرضه انه يتخبط او يقع او رياضه فيها امباكت. فاي طفل بياخد انتي كواجليشن ثيرابي يختار رياضه ما فيهاش امباكت. الولاد اللي عندهم سمول ليفت تو رايت شنت، اللي عنده ESD صغير، VSD صغير، PDA صغير، دول ممكن يمارسوا كل أنواع الرياضة competitively. وعندنا عيانين أبطال مصر في التنس وفي السكواش وعندهم left to right chance، مش عايزين يعالجوها لكن at least they are allowed to practice sports competitively. زي ما اتفقنا الولاد اللي عندهم هوكم، ونفتكر أن الهوكم is the number one killer، واللي عندهم طبعا dilated cardiomyopathy، الولاد اللي عندهم حاجة اسمها exercise induced arrhythmia، أكيد كلنا شوفنا لعيب الكورة اللي وقع طب ساكت في الملعب بتاع مش فاكرة كان سويدن ولا إيه، ده كان عنده an arrhythmia that is induced by exercise، طبعا لأنه عايش في بلد فيها كل هذه الإمكانيات فالرجل ده عايش، لكن غير كده كان he would have died. فبالتالي الأرذمية induced by exercise ممنوع معاها أن أنا أمارس الرياضة. والحاجة كمان المهمة الولاد اللي عندهم hypertension أنا مش عارف أسيطر عليه، سواء hypertension نتيجة النوكارديك أو نتيجة أي مشاكل أخرى، systemic hypertension أثناء الرياضة كل البلد بريشر بتاعنا بيعلى. صحيح ممارسه الرياضه بتقلل الهايبرتنشن، لكن during the practice of sports بيحصل هايبرتنشن. فالناس اللي عندهم uncontrolled systemic hypertension are not allowed to practice sports. اي طفل عنده congenital heart disease محتاج يبقى carefully assessed. الهدف من السؤال ده ان احنا ما نستسهلش نقول للاهالي لا، وهتلاقوا في امهات ابنها عنده سمول بي دي اي وهي مش عايزه تلعبه رياضه ومش عايزه تخليه نورمال ومش عايزه توديه حضانه، دورنا كبيدياتريشنز ان احنا نقول لهم that they can lead a completely normal life. اخر حاجه هجاوب عليها النهارده هي what are the red flags. الريد فلاجز دي يعني ايه؟ يعني ايه عوامل، ايه الحاجات العلامات الخطر. انا قاعد في العياده بشوف حالات كتيره جدا جايه تشتكي لي من chest pain، من palpitations، من سينكوب. الثلاث سيمتومز دول بيعتبروا حاجات كومن في البيدياتريك براكتس، ومش منطقي ان انا كل طفل هيجي لي من الشكاوي دي هعمل له كل الانفستيجيشنز، وبرده مش منطقي ان انا هتجاهل الشكاوي بتاعتهم دي. ايه مشكله الثلاثه سيمتومز دول؟ الثلاثه سيمتومز دول عندهم بارادوكس ان هم they are very common لكن rarely بيكونوا serious، وانا بدوري ادور على النيدل على الابره اللي في كوم القش الكبير ده، لان انا ممكن الطفل ده يكون عنده ولا حاجه، وممكن يكون الطفل ده المره الجايه مامته بتكلمني بتقولي هو امبارح وقع وما وقع طب ساكت في ملعب الباسكت بول ومحدش لحقه لان كان عنده جاله ان ابيزود اوف سادن كاردييك ديث. فبالتالي دوري انا بقى كبيدياتريشن ان انا ابقى عارف ايه هي الريد فلاجز، ايه اللي هقول للام لا اطمني مفيش اي مشكله خالص دي حاجه شكلها بناين، ولا لا تعالي نعمل لك ديتيلد انفستيجيشن لحسن ممكن يكون عنده مشكله. دورنا كبيدياتريشنز ان احنا نلاقي البالانس ده. طبعا السنكوب دي محاضره طويله عريضه جدا، لكن عشان نقول شويه حاجات مهمه، دي اسباب الكارديك سنكوب. كارديك سنكوب معناها طفل وقع اغمى عليه فقد الوعي. السنكوب ده يا اما حاجه بناين، موست اوف ذا كيسز ار بناين فازوفيجل اللي هم بنسميهم نيوروكارديوجينيك او نيورالي ميدييتد سنكوب، او طفل عنده مصيبه اللي هي الكاردييك سنكوب، او طفل ما عندوش سنكوب خالص. دكتور بهاء قاعد اهو وعارف ان احنا في بينا اوفرلاب كبير في الحالات، يطلع ايبيلبسي ولا ما يطلعش. فبالتالي الكاردييك سنكوب هم دول المصايب اللي بندور عليها، لان ده العيان اللي المره الجايه مش هيبقى عايش، المره الجايه هيبقى هيستوري. الاريثموجينيك كوزز، الولاد اللي عندهم براديكارديا، الطفل اللي عنده هاي ديجري هارت بلوك محدش شخصه، اللي عنده سيك ساينس سيندروم، اللي عندهم كونجنتال لونج كيو تي، بروجادا، اريثموجينيك رايت فنتريكولار ديسبلازيز، دول الكوارث الاريثميز. في ستراكشرال هارت ديزيز، اي حد عنده ليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت اوبستراكشن، بمعنى عنده هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي، عنده اورتيك ستينوزز، عنده كوركيتيشن، المقاسي دي كلها دول بيعملوا كاردييك سينكوب. طيب الحاجه الحلوه ان انا كبيدياتريشن
قاعد في العيادة مش مطلوب مني أشخص هو عنده إيه بالضبط، لكن مهم إن أنا أعرف إن كلهم بيشتركوا في ريد فلاجز واحدة، كلهم عندهم علامات تخضني لوحدهم. أهم حاجة لو طلعتوا بيها من الكلام بتاعي هي السينكوب with exercise. الأم اللي جاية تقولك إن ابنها مبارح أغمى عليه أثناء التمرين، تعرف إن غالباً عنده مشكلة، ومشكلة كبيرة ومحتاج detailed investigation. مش الأم اللي بتقولك بعد ما خلص تمرين وكان قاعد بيريح مع صحابه أغمى عليه، لا، لكن الأم اللي بتقول كان بيجري على التراك ووقع طب ساكت جوه التراك، ده اللي عنده مشكلة. فsyncope with exercise بيريمين the strongest predictor of cardiac syncope مع كل الحاجات اللي هنقول. السينكوب اللي كان قبليه فيه palpitations، انا بكشف على العيان سمعت مرمر، اللي انا عارف اصلا ان عنده structural heart disease. السادن انست، الطفل ده ملحقش خالص، لما تيجي تسأله وتاخد منه هيستوري مش فاكر انه كان دايخ ولا كان شايف اي الوان قبليها، ما عندوش البرودروما اللي بتطمننا ان this is probably a benign syncope. الطفل اللي عنده family history of sudden cardiac death، بيحكي ان عمه مات وهو عنده 25 سنة او 30 سنة، ده طفل عنده history مقلق، family history of sudden cardiac death ده حاجة مرعبة. انا كاتبة الدفنس عشان كلنا عارفين او اللي مش عارف يعرف ان long QT من الحاجات اللي فيها syndromes associated with deafness، وبالتالي وده بشوفه common انهم عندهم حاجة اسمها variable penetrance. يعني ممكن الطفل واحد يبقى عنده deafness واخوه عنده long QT، تلاقي الاخت داخلة لابسة سماعة وهو اخوها بيغمى عليه ويطلع هما الاثنين عندهم long QT. ف it is important ان انا اخد history of deafness او hearing impairment في الولاد اللي عندهم syncope، والولاد اللي عندهم طبعا لايف او limb threatening syncope. الام اللي بتقولك امبارح كان واقف وقع قدام عربية، ده مشكلة، ده ولد ملحقش يسند نفسه، وقع من على السلم متعور، ده ما كانش عنده البرودروما اللي خلته يقدر يأمن نفسه ما يقعش ويعرض نفسه للخطر. chest pain طبعا اسبابه كتيرة جدا، معظمها benign. chest pain مش زي syncope، it is extremely rare ان احنا نشوف a cardiac case of chest pain. طبعا بقينا بنشوفها اكتر شوية بعد الكوفيد induced كاوازاكي، والمقاسي اللي بنشوفها من الكرونري artery dilatations والكرونري artery disease اللي كانت induced by covid واللي بنشوفها في الكوفيد sequelae. لكن chest pain امتى يبقى benign؟ لو هو chronic، الام اللي بتقولك بقاله 3 ايام تعبان، ده تطمن عليه ما عندوش مشكلة. لما باجي اكشف عليه الاقي فيه superficial tenderness، اللي عنده كوف واللي معاه anxiety و hyperventilation، دول بنسميهم the green flags، ده نطمن لما نيجي ناخد الهيستوري ونلاقيه بالمنظر ده. طيب الامبر ساينز اللي تقلقنا، الشست بين اللي معاه اكسرسايز، دايما الاكسرسايز انديوس سيمتومز مقلقه جدا. الطفل اللي عنده راديشن للشست بين بتاعه واللي معاه شست بين معاه سينكوب او palpitations. وطبعا لو انا عندي هيستوري بقى اوف كارديك سيرجري قبليها، الطفل اللي كانت الدكتوره رشا بتوريهولنا في اول المحاضرات اللي عنده مرفان ليكون جاله اورتيك ديسكشن، الطفل اللي انا عارف ان كان عنده كاوازاكي ولو من سنين ولو عنده فاميلي هيستوري اوف كارديو مايوباثي. يبقى الشست بين ان جنرال از ا بيناين ثينج، لكن ساعات لازم اخلي بالي من الريد ومن الامبر ساينز، لان دي ممكن تكون معناها ان الطفل ده عنده some form of coronary artery disease او عنده a form of arrhythmias بتجيله مع syncope palpitations. البالبيتيشنز عايزين نفرقها، يعني دي اخر سلايد. البالبيتيشنز عايزين نفرقها، الام اللي جايه تقول لك انا ابني بيشتكي انه بيجيله شويه رفرفه، غير الام اللي بتقول لك انا حاسه ان ضربات قلبه سريعه على طول. العيان اللي persistently tachycardic ده غالبا هيطلع benign sinus tachycardia، عنده حاجه من الحاجات بتاعه الانيميا الهايبرثايرويدزم whatever. لكن الام اللي بتيجي تشتكي ان ابنها بيبقى قاعد كويس قوي فجاه بيجيله رفرفه palpitations، لونه بيبقى شاحب اثناءها، اتاك واضحه، ده معناه انه غالبا هيطلع عنده arrhythmias. وعشان كده البالبيتيشنز من اهم الحاجات فيها في البدايه خالص ان انا اعمل اي سي جي للعيان ده، اخد له بروبر هيستوري بروبر فيزيكال اكزامينشن واعمل له اي سي جي. لكن البالبيتيشنز من الحاجات اللي بيطلع اليلد اوف ذا اي سي جي فيها عالي. مش الام اللي جايه تقول انا ابني على طول ضربات قلبه سريعه، دي حاجه تانية، لكن الام اللي بتيجي تشتكي ان الولد بيبقى قاعد هادي كده قدام التلفزيون بيجي يقول لها انا ضربات قلبي دلوقتي، انا حاسس بقلبي بيجري، ده لازم يحترم ويتعمل له اي سي جي وهولتر وبروبر كاردياك اسسمنت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الورك شوب دي. قبل ما اقفل عايز اشكر تاني الاستاذ الدكتور مجدي، حضرتك مثل اعلى في يعني نشر العلم، وبتمنى لحضرتك كل التوفيق والنجاح المستمر ودايما مع بعض ان شاء الله. متشكره جدا لحضرتك. شكرا شكرا.
يعني لازم يتعمل في اوقات طبعا كتير جدا لما يبقى العيان سيمتوماتيك زي ما قلنا، ولما يكون الهيماتوكريت بتاعه اكتر من 65، واحنا العيان ما هوش ايرن ديفيشنس يعني ما يتعملش هاب هازردلي. علشان الفينيسكشن طبعا، ما هو ليه؟ ما هو عشان كده لما حضرتك تعملي فينيسكشن او تشيلي بلاد وتحطي بلازما او تحطي سالين وما تدي ويبقى اوريدي ايرن ديفيشنت، انت بتوطي الايرن زياده فيجيله ستروكس. هو سيادتك الايفالويشن بتاع الايرن ديفيشنسي عايزين ناكد عليها اللي هي السيرم فيريتينين والايرن بانك بس. الايرن لو العيان ده كريتيكال يعني لو هو ساينوتيك كونجنتال هارت بنعمل له الاول لازم نعمل سي بي سي ونعمل الفيريتين ونعمل الترانسفيرين ساتوريشن. الليفلز اللي بنشخص عليها الايرن ديفيشنسي الرقم 15، اقل من 15 واقل من 15%. ليفر هيموجلوبين ليفل ده بالعكس، ما كنت لسه بقول لحضراتكم انه سام تايمز بيبقى الهيموجلوبين 9.8 10.2 يعني مش، لكن الايرن واطي خالص، الايرن ستورز واطيه خالص. اوكي بالنسبه بقى للعيان الكونجستيف هارت فيلير اللي هو عنده هارت فيلير ما هوش ساينوتيك، الليفلز اعلى يعني بنشخص لو 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 100 يعني حاجه و90 مع انه اكتر من ال15 اهو، لكن برضو بنبتدي ندي ايرن ثيرابي مع الكونجستيف هارت فيلير. دكتوره رينا بس سؤال اتفضلي بالنسبه للسويمنج العوم السباحه ده السؤال اللي دايما كومون ينزل حمام السباحه ولا لا الكونجنتال هارت ديزيز. كنت بتسال سؤال على الدايفنج ويعني السويمنج از كومبليتلي الاود في كل انواع الليفت رايت شانس وذ موست كومن اوف كونجنتال هارت ديزيز، بالعكس ات از ذا بيست فور ذا كارديو بالمونري فانكشنز، وانا يعني الريكومنديشنز كلها بتقول ان احنا ننصح بالسويمنج. دكتوره دعاء كانت بتسال سؤال فيري انترستينج على الدايفنج. الدايفنج از اوف ا بارتيكولر كونسرن في الناس اللي عندهم سمول بي اف اوز، طبعا ده في الناس اللي بياخدوا الدايفنج لاكثر من 15 متر. في جايد لاينز معموله ان يعني عشان معظم البروفيشنال دايفرز بيطلب منهم سكريننج عندهم بي اف او ولا لا، علشان بنخاف من الدي كومبريشن انس اللي بيحصل لو واحد طالع بسرعه قوي ممكن يجي له رايت تو ليفت شانتنج اكروس ذا بي اف او وممكن يعرض نفسه للستروك. طبعا ده في الناس اللي هم مش يعني ممكن يبقى يعني بروفيشنال دايفرز، مش الدايفنج على يعني اكتر من 15 متر هي دي الجايد لاينز، لكن اللي يعني لو رايحين نعمل سنوركلينج ولا دايفنج عادي طبيعي كده مفيش مشكله ندايف، لكن لو احنا هناخدها لاكتر من 15 متر فده معناه محتاجين نعمل بي اف او سكريننج. انا بكرر الشكر تاني للاساتذه الاستاذه الدكتوره رشا عمار والدكتوره رانيا حجازي والدكتوره ايه فتوح، ومفيش اقل من ان احنا بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن جمعيه الاوبر ايجيبت نقدم تكريم كده صغير للساده المحاضرين اللي عمرنا ما نقدر نوفيهم حقهم، وده يعني برعاية الدكتور مجدي الأخ العزيز اللي دايما بيفتكر زي ما قلنا كده الكرم الحاتمي يعني. وتفضلوا يا ريتنا عشان ناخد صورة جماعية برضو مع المنصة مع السادة المحاضرين. ألف شكر للأساتذة العظام.